بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلنا في ربوع ليبيا، أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم بنغازي تعز علينا، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبتدي الحلقة: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسائلنا كالمعتاد إن شاء الله تكون سريعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون واضحة ومفهومة، وإن كان اليوم فيها شوية هيك من المعاني نبوا تركيز من حضراتكم عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الرسائل. أول رسالة نقولها يعني لأهل بنغازي خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خير فيما يحدث في مدينتنا. نقول، وسمحوني في الكلمة وأنا نحب نقولها توا، لأن اختلفت المعايير واختلفت المعاني واختلفت صحوات المجتمع المدني. صحوات المجتمع المدني، والله قلبتوا روسنا أنتم بصراحة فترة من الفترات، قلبتوا روسنا قلبة على القانون وعلى حقوق الإنسان وعلى البشرية وعلى الآدمية، وظنينا في أنفسنا أن ما فيش حد يفهم أو يعرف حقوق الإنسان إلا أنتم، وخذيتونا في الكرعين. نقولوها واضحة، خذيتونا في الكرعين وبمعاني، وبديت تتفلسفوا علينا، وقعدتوا تقولوا لنا أي ثورة يا 17 فبراير أنتم، وأي انفجر ليبيا اللي تحكوا عليه، وانتوا تحرقوا في المؤسسات المدنية متاعت ليبيا، تحرقوا في المطار، مطار طرابلس الدولي حرقتوه، وخزانات النفط رزق الليبيين حرقتوهن اللي في طريق المطار، وهلما جرى من هذه الأشياء اللي داروهن هم أصلا. وحكينا كم حلقة من قبل على من اللي سبب في المطار، ولا من اللي حرق متعمد خزانات النفط. ومع ذلك اليوم نحكوا نقولوا يا مؤسسة يا صحوات المجتمع المدني، انتم عمارة الدعوة الإسلامية في بنغازي اللي تعتبر من أهم المعالم في مدينة بنغازي احرقت بالنار، على الأقل دور منها أو دورين انحرق. وين؟ ما سمعناش العياط بتاعكم والصراخ بتاعكم، وكيف نقدر نتفاهم مع ناس يحرقوا في مؤسسات الدولة الحديثة؟ مش قلتوا هيك الكلام؟ مش تبجحتوا علينا؟ حشاكم في هذه الكلمة، تبجحتوا علينا في القنوات وفي اللقاءات وفي المداخلات. أصلا بنيتوا موضوع الصلح على حرقة مطار طرابلس وخزانات النفط. كيف نحن نتصالح مع أناس غوغائيين؟ هذا كلام كم أنتوا تقولوا فيه صحوات المجتمع المدني؟ باين اللي حرقوا توعد عمارة الدعوة الإسلامية في بنغازي اللي تعتبر أكبر معالم مدينة بنغازي، ما سمعنا الصوت كبلكل. معناها أنتوا بصريح العبارة باش نقول لكم منافقين ولا لا؟ منافقين. لا تهمكم دولة، ولا تهمكم وطنية، ولا تهمكم ثورة، ولا تهمكم تغيير القيم والمبادئ إلى الأصلح، لا ما يهمكش الكلام هذا كله. عندك في راسك موضوع ماشي بيه أنت، عندك في راسك موضوع ماشي بيه أنت. يعني عمارة الدعوة الإسلامية والله تحس في النفس لما تلقى النار طالعة منها، بيقولوا كلمة بس، قولوا كلمة بلكي تشفع لكم، ولا قولوا كلمة بلك تعدل الميزان عندكم. رغم من كم أنتوا، أنتوا اللي سببتوا في حرق المطار، أنتوا اللي تمرثرستوا أنتوا الميليشيات بتاعكم الصواعق والقعقاع في المطار، باش لما يصاب المطار ونبي نطلعوكم منه تقولوا والله هذي ما حرقوا مطار طرابلس. خزانات النفط باش تلبسوا على العالم ضربتوهن أنتوا، والصور قعدات والأقمار الصناعية قالت وأخبرت من الذي أحرق خزانات النفط، ومع ذلك قلبتوا رؤوسنا وصدعتوها، حرقتوا المطار، حرقتوا الكذا كذا كذا. باهي تو عمارة الدعوة الإسلامية حرقتوها، ما سمعنا الكمش أي صوت. هذه علامة كبيرة على انتقامكم من بنغازي، وعلى علامة انكم انتم
تكذبوا فيما تدعوا ولا لا؟ بقى لما حفتر أرسل لنا الرسائل، كان محترم هو على فكرة، يستأذن فينا في ميناء بنغازي سكروه خير الكم، دارت قمة الاحترام لأهل بنغازي، سكروا ميناء بنغازي أيام وإحنا نقعدوا في الساحة أحلى المحكمة، كانت تجينا الرسائل سكروا ميناء بنغازي وإلا نستهدف أي باخرة تجيب الأكل وتجيب التموين ولا تجيب الأدوية ولا تجيبها. فكان يدزلنا في رسائل محترمة. وبعدين بدأ بالقصف في الطيران، وين يا صحوات المجتمع المدني؟ هذا عد ميناء عد لا فيها إرهاب ولا فيها شيء، ولا مش مزبوط كلام هذا؟ باي مطار بنينة، مطار الوكواك الدولي هذا اللي وقفتوه ودمرتوه، عقاب مطار، هو عقاب مطار في بنغازي، دوبنا كيف نتنفسوا منه، ومع ذلك سكرتوه. ما سمعناش صحوات المجتمع المدني اللي تحكي وتقول هذه مؤسسة مدنية ومفروض نحن نطلعوها من القتال ولا نطلعوها من كذا، لكن تدل على أن المحتوى متاعكم محتوى غلط في غلط. أرجو الرسالة هذه أنها تكون واضحة لصحوات المجتمع المدني. كويس، سمعنا باجتماع صار في مدينة توكرة، مدينة توكرة اللي كانت مسماه العقورية أيام المجرم الأولي. الحمد لله رب العالمين، ثورة 17 فبراير أعادت الاسم الحقيقي لمدينة توكرة أو منطقة توكرة. الاجتماع بتاع توكرة هذا صراحة كانوا قبيلة العواقير تقدر تقول، هم جلهم. أنا على السريع بس نقول جاهم شايب كبير، ما فيش توا داعي نذكره اسمه، لكن جاهم شايب كبير وجاء معاه ولده، ويبدو أنه بيغلظ الكلام شوية للاجتماع هذاي. قال له ولده، قال له رجاني برا بس عندي كلام بنقوله للشياب اللي جوا ولا الصغار اللي جوا ولا العقلاء سميهم ما شئت، المهم أنها قبيلة مجتمعة. فقال لهم كلام، قال لهم أنتوا يعني سامحوني، قال لهم أنتوا لا رجالة ولا يرتد عليكم السلام اللي اتبعوا في فلان، ويقصد الجروشي. قال لهم يعني بالاسم، وعطاه لقب آخر أنا نستحي أني نقوله، بس قال لهم أنتوا والله من كم بندمين ولا كم عرب ولا يرتد عليكم سلام أصلا اللي اتبعوا في فلان. قالوا لا نحن نبغى ندير حل. قال لهم أي حل يا راجل، أي حل يا هو، أنت تتبعوا في الجروش يتبوا حل المدينة بنغازي اللي دمرتوها، والله من كم عرب ولا تنفع ولا كم بوجوهكم. أظني عاد الاجتماع هذا ما ينكرش، والكلمات هذين اللي انقالن من هالراجل سم يعني سلم الفم اللي قال هالكلمات هذين، أظني التاريخ سجل عندهم من اللي قالها وكيف قالها وكيف شنو الطريقة اللي قالها بها. هل ناس استفيدوا من الأعمار السن اللي ما زالوا موجودين يستفيدوا منهم توا؟ الأمر الآخر برضه هو على السرعة، شن قال؟ أمر على السرعة نقولوه، الإمداد الطبي يا هلنا في بنغازي راهو الأدوية أول بأول، وأنا شخصياً متابع الأدوية، بعثات الأدوية أو قوافل الأدوية اللي يمشي من طرابلس للمنطقة الشرقية، يعني كل أسبوع كل أسبوعين كل ثلاثة، وآخر حاجة كانت تطعيمات وحشاكم، كانت لداء الكلب المصل، وكانت للضغط والكلى والأدوية اللي نحتاجوهن كانت تبع. لكن راهو للأمانة وإن شاء الله حنجيب لكم الأسماء. اليوم هذا حدثني واحد من بنغازي من اللي ناشطين في المساعدات، قال الأدوية إجن في المطار، إجن للمطار ينسرق من المطار، وإن كان إجن المستشفى 1200 ينسرق من 1200. يبقى يا أهلنا في المنطقة الشرقية داكم عندك أمره الفساسرة، وعندك مطار لبرق، مطار لبرق ينزل فيه الأدوية ينسرق غادي، ويجن للمستشفى 1200 ينسرق من 1200. هذا أقصد بنغازي. إن شاء الله نجيبوا الأسماء اللي استلموا الدواء، بش كان تبوا دواكم عدوا لفلان قولوا له وين دوانا اللي استلمت أنت يا فلان.
وإلا هذا حياة ناس، هذه ما فيهاش لعب. لكن للأسف ابتلينا بناس لا يفهموا في حياة الناس ولا يفهموا في البشر ولا يفهموا في الآدمية. المهم حاجة يسرقوها ويبيعوها ويأخذوا فلوس، الله أعلم شي يديروا بهم. راوي أهلنا الإمداد الطبي رانا مصبين عليه برواحنا، والله ما يتأخر عليكم بإذن الله تعالى. بالنسبة من هن وكلنا هل نحن وكلنا يعني مدينة وحدة ليبيا، هذه مش بلاد، نقول مدينة وحدة كلنا. لكن الفساس اللي عندنا غادي، سرقة المحلات، سرقة الصيدليات، سرقة مخازن الأدوية، سرقة الحصص اللي توزع من الأدوية وينباع، وفي منهم ما نوصل لعند مصر لعند الحدود المصرية، انباع الحدود المصرية. أرجو أن تكون واضحة هذه الرسالة. في فتوى، يعني في فتوى تقول ان اهل بنغازي، بتطلع الفتوى طلعت على اهل بنغازي النازحين، يعني زي ما تقول يخفف عليهم الحرج في الأضحية لعدم قدرة اهل بنغازي. والله ما كنا نتمنى ان حاجة بهذا الشكل، كنا نتمنى ان تخرج فتوى تجبر حكومة طرابلس ولا حكومة ليبيا بصفة عامة ولا مؤتمرنا ان يوفر للنازحين، هم اولى، هم أولى يسد المأساة اللي قاعدين فيها، هم يسد غربتهم عن بيوتهم وعن أرزاقهم وعن أبنائهم وعن أولادهم. كنت نتمنى أن الفتوى تجبر الحكومة على إعطاء النازحين، أهلنا النازحين، وخاصة اللي حالتهم يكفي الإيجار اللي هم قاعدين يأجروا فيه، كان تجبرهم أنهم يعطوا إيجار ويعطوا ثمن للأضاحي لتخفيف المصيبة والكارثة على أهل بنغازي. يكفي ما عانوا فيه، يكفي أنهم حرموا من بيت الله الحرام هذه السنة لوجودهم في مدينة طرابلس، وبرلمان المنحل رفض أو اتصل بالسعودية أو منع أهل بنغازي الموجودين في الغرب أنهم يذهبوا للحج. مفروض أن كان عندنا رأي من مجلس، من دار الإفتاء أو الفتوى في هذا الموضوعين، ضروري جدا. رسالة أخيرة بصراحة لها معنى ولها لمسة. اتصل بي رئيس عرفاء سجان كان يسجن فينا في بوسليم، وهذا الرجل كان نعم الرجل داخل السجن حقيقة، كان رجل شعر بأدميته وشعر بإنسانيته وشعر بظلم هؤلاء الناس، فكان يقدم في الخدمات والمساعدات وهكذا. وبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الثورة المباركة أصبح جندي من جنود الثورة، وقارع الأنظمة العفنة وشارك في الجبهات. نتفاجأ يا إخوة يا كرام، شوفوا المعنى، شوفوا ليبيا اللي بيقسموها، اللي بيسعوا لتقسيمها، اللي كان معطينا شي وزارة قال نقسموها وكأنها مزرعة بوه. رئيس العرف هذا شين قال؟ يكلمني أول أمس يقول لي بالله أنا بنمشي نقاتل في بنغازي، نبي نرفع نشارك في رفع المعاناة عن أهلنا في مدينة بنغازي. تصوروا بالله عليكم، هذا من المنطقة الغربية ومن ترهونة تحديدا، ايش رأيكم؟ مش تعرفوا أن ليبيا واحدة موحدة ولا كلام للعنصرية وللجهوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا. تفضلوا يا شباب. لما جينا عليه من عادة المخوة قالوا يبعدوا عليه اثنين عسكرية وسيارة واحدة، لقينا ما لا يقل على 15 سيارة عسكرية ومعها سيارتين مصفحة من سيارات الأمن الرئاسي ليتبع رئيس البرلمان. وحدة منهم فيها بناخي رئيس البرلمان. لما جينا وفي العدد بالعسكرية ما لا يقل عليه من 55 إلى 60 عسكري، وعاف جاهزة بسلاحها، أول ما وصلنا فوضعوا على السيارة الجدامية اللي عليها أجهزة المخابرة، ومن سيارات العسكرية اللي في طبرق تدفع حاجة مشاهد مشهورة معروفة وحاملة علم الدولة، فرضوا سلاح وتعاوجوا معهم العسكريين القداميين. نزل السيد هذا اللي هو بناخي رئيس الدولة اللي في الأمن الرئاسي،
وبدأ يومي فوق منه. أنا ما نزلتش السيارة، قاعد في سيارة اللي قاعد فيها مسطحة، واللي خلف في سيارة مسطحة، والباقي سيارات عسكرية الثانيات في فصيل الحماية والحراسة. بدأوا يرموا فوق منا، لما بدأوا يرموا فوق منا عن طريق الاتصالات تأكدنا وتأكد من الأمر هذا الشيخ منصور النبي شخصيا، أن الجهات اللي جيناها قدامنا ثلاث جهات: الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والأمن الرئاسي. الاستخبارات العسكرية مش واخدة تعليماتها من أمر الاستخبارات اللي في طبرق أو أمر الاستخبارات العامة، واخدة التعليمات من ما يسمى بالقيادة من مرج. والشرطة العسكرية أيضا واخدة تعليماتها من عبد الله الودين أمر عمليات الناظوري، أمر عمليات الأركان، واخدة تعليماتها من الناظوري. والأمن الرئاسي أيضا حاضرين، وإن كان في القوانين والأعراف لا يحق للأمن الرئاسي أن يوقف في أي استيقاظ أو أي مكان تفتيش باستثناء مقر رئاسة الدولة فقط لا غير. بسم الله. الفيديو هذا نبغى نركزه شوية، أنتم عارفين المشكلة اللي صارت هذه، وعارفين أن جذراني بيمشي للطبرق وكيف هذه ما تعرضوا لصا هذا القصة، وهذا التفاعل مع بعضهم بالشكل هذا نحن مو جديد علينا طبعا، عارفين كل واحد كيف يفكر، نحن عارفين مجرمين. لكن أنا بنحكي على شيء، بنقول القبيلة، يؤسفني بصراحة أن القبيلة لازالت موجودة بطريقة خطأ. احنا نبوها موجودة القبيلة، قلنا احنا ركن من اركان الاستقرار في ليبيا هي القبيلة، اذا كان واخذ الخط الصحيح، واخذ الخط الصحيح هي ركن من اركان يعني استقرار ليبيا، يعني احد الاعمدة اللي تستقر عليه ليبيا. القبيلة لما تقعد واخذ الوضع الطبيعي وناس عقلاء حكماء يقودوها نحو الخير. من هذه الحادثة حقيقة ظهر قوة القبيلة كويس، لكن حقيقة ظهرت عندنا القبيلة كأصالة، كقبيلة كدم، ما طلعتش عندنا القبيلة كوطنية. تقدم الدم، تقدمت المصالح الشخصية على التراب عند القبيلة، هذا ما نبوشي نحن صراحة. رغم انه هو موقف كويس، ابنهم يبقى ابنهم في الاخير بالكل، هو اذا كان مقرين به يبقى ابنهم. لكن كنا نتمنى أن القبيلة تتقدم نحو الوطن، نحو التراب، مش نحو الأشخاص. هذه مفهوم يجب أن يرسخ عندنا خلاص. نحن المجرم الأولي لعب على القبائل ودمرها وخلاها تخش في متاهات بعدها عن روحها الطبيعية اللي هي الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القبيلة مطلوبة في المجتمع المسلم لو خذت الوجهة الصحيحة بتاعها. يعني العبيدات لما وقفوا مع الجذران وحموه، هذه دلت على الأصالة بتاع القبيلة، تكلموا بالنخوة بتاعهم، تكلموا بالرجولة، تكلموا بالعراقة. يعني خلاص الرجل رمى عليهم، أو جايهم زائر أو جايهم ضيف، فدوه برواحهم، الناس طلعت بسلاحهم. وهذا يعني شو نقول لك، هذا شيء يحسب لهذه القبيلة. لكن كنا نتمنى أن القبيلة تقدم الوطن على الأفراد، تقدم الوطن على الأشخاص. أرجو أن المفهوم هذا يكون واضح عندنا. نحن تو قضيتنا ليبيا، قضيتنا ليبيا ليس فلان ولا علان، لنبو ليبيا اللي ضحت، نبو ليبيا اللي دفعت ثمن من رجالها وأبنائها. نحن ألاف الآن، ألاف. يعني كنا نتمنى من قبيلة الجذران، قبيلة المغاربة، كان يكون لها دور في الطريق اللي تجيب من مغازي عويلتنا اللي كانوا جرحى واللي موتوا في الطريق، وما قدرناش نفتحوها الطريق. تو استطعنا لما وصلت المصلحة عند ابنهم مباشرة، لا دروا حل وصبوا وقالوا لهذاك مجرم انت. كنا نتمنى، قلتوا له مجرم لما كنتوا تقصدوا ليبيا. تو نحن
نبوها، مش ما نبوهاش، نبوها ونص يعني، ماناش ناكرينها، ولعلها تكون ساعة يعني ساعة إيقاظ ولا صحوة ولا صحو الضمير ولا سموها ما شئتم، مطلوبة مهما كان. لكن كنا نتمنى أن كان التراب يقدم على أي شيء، ليبيا تقدم على كل شيء. لما كان أولادنا يقاتلوا فيه المجرم ولا زالوا يقاتلون ويمنعوا دخول البنغازي ولا احتلال ليبيا صح التعبير، كان ما يلقوش مستشفى يستقبلهم يا أهلنا، موتوا عيلتنا في الجرافة في البحار غرقوا. هذا كله صار لنا نحن ونحن غفلين دور القبيلة الصحيح، قلنا لا 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 مش وقتها توه، وهذه النزاعات وهذه كذا، بيه توه طلع دور القبيلة، طلع توه دور القبيلة باهي، لو تشوف بحثوا صدقوني حتلقوا من أبنائكم من مات في بنغازي، من قتل، من خطف في بنغازي، من هو من المشايخ، من هو من الأئمة، من أبناء قبائل خطفوا أيضا، ولا قبيلة ولا صحوات مجتمع مدني تكلمت ولا ليش مصلحة فرد نقدموها على مصلحة وطن بالكامل؟ أرجو هذه المفاهيم أن تتغير، ونعتبر من هذه الحادثة صحوة لنا جميعا، صحوة لليبيا، صحوة لتراب ليبيا، صحوة لأجدادنا لدمائنا. أرجو أن يكون الموضوع واضح. أنا حبيت أن هذه النقطة بالذات أركز عليها. أما ما قال جذران في كلامه، هذا هو الواقع متاعهم لغادي المنحل هذا كمة والقصة، هذا هو الواقع. ما فيش حد يا أهلنا، ما فيش حد يحكم غادي إلا الصنديد، ما فيش حد يحكم إلا هو. إيش دخل تو الرئاسة هذه؟ جيت الرئاسة مكانها زي ما قال لكم، الرئاسة مكانها مكان الرئاسة، حرس رئاسي. جيت أطلع برا وواحد واخذ أمر من نظوري، وواحد أمر من القيادة، قالوا في مقاويلة ما اللي هم يقصدوا بها حفتر، شنو هاللخبطة؟ وين قاعدين احنا؟ عايشين مع عصابة ولا ميليشيات ولا؟ أتمنى أن الجذران تكون صارت له يعني حادثة، هذه صارت له صحو الضمير ورجوع لليبيا فعلا، رجوع لليبيا فعلا، ويعلو اسم ليبيا على الكل، ونبدأ نرسو في دولة الحق، دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة الدماء الزكية الطاهرة اللي غذتها، هذه الدولة اللي نبوها نحن. ما نبوش دولة نحن قبيلة ينظر راجل عندها ولا شاب عندها ينظر، ولا هنا تنوض القبيلة وتقمعز وتصبي، وليبيا تنتهك الحرمات بتاعها وتنتهك الحدود وتخش علينا البلدان ما يجيها والمرتزقة تجينا، ونقول لا لا الموضوع مش شورنا. أرجو أن يكون مفهومنا أكبر من هذا، وهذا هو المفهوم الطبيعي للقبيلة التي تؤجر عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وتقعد عصبة حق وعصبية حق وليس عصبية باطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا. تفضل يا شباب. أو ثالث يوم بالضبط بلغوني على مثل طلع من نمج إلى مسوس يتكون من 50 آلية مسلحة ومتجه على قولهم لما جور مسوس حطوا بلاغ في مسوس، وقالوا احنا مكلفين من ما يسمى القيادة بأن احنا نستطلع بوابة المئتين، وجئنا بعد طلعتنا من طبق قلنا في طيران حنفي طلع، وفي الوقت اللي طلعتنا كانت تتبق بعد العصر يعني، ومن عادة لو في استطلاع يطلع في فترة الصبح يعني، وما يطلعش استطلاع الطيران الحربي ميك 21 ومبخرة. بعد خروجنا بين حوالي نص ساعة مرت علينا واتجهت اتجاه الغادر اللي متحرك، وبلغنا عليه طائرة طالعة من مطار بنية حتى هي نفس الشيء ميك 21 ومبخرة. تبين لي حاليا باتصال مع النائب مصطفى بكوشة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الطيارين لما سألوهم قالوا نحن التعليمات جايتنا من صدر الجروشي بقصف الرتب، وبعدها للعلم
وفي نفس الوقت صار الجيوش يكلموا فيها طبعا يقول لهم اطلعوا داعش عشان جايكم وخاشين عليكم اطلعوا صدوا لهم يخلط في الاوراق والامور. بعدها اعترف صدر الجروشي ان اللي معطيه التعليمات العقيد الاسير المهزوم خليفه حفتان. هو اللي معطيه التعليمات. صاحب امجاد وادي الدوم واعتقد لا يخفى على بيبي امجاد وادي الدوم على انهم يكونوا جيش يحمي الديار ويذود عليها ما يكونش عصابه تسعى للوصول للسلطه. الكلام هذا كله كلام واضح، وأحسن حاجة أنه هو أرجع الرتبة الحقيقية العقيد الأسير المهزوم، هذه الرتبة الحقيقية بصراحة عقيد وأسير ومهزوم ما فيش أكثر من هيك. وقال أن هي عصابة تسعى للسيطرة على الحكم ولا كذا. الكلام هذا قال نفسه أبو الغيب، لكن أنا اللي بنبه شوية. أول مرة قلت لكم أنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله سبحانه وتعالى هذا الرجل على هذا الكلام وعلى هذه الأوصاف. والله أخشى أن تدور الدائرة ويخش فيها اللحم والرز ويخش فيها الكولسة من اللوطة ويلعبن فيها الفلوس ويطلع لنا فيديو آخر يلغي الكلام اللي فات هذا كله. نحن من تو ننبه الكلام هذا نحن معاه أولا وأخيرا، نحن معاه الكلام هذا، وهذا هو الكلام اللي نحن من أجله قاعدين نقاتله ونبو نفتكه من عصابة من ميليشيا من دكتاتورية من جبروت من فوضى قاعدة نبو نفتكه منها نحن. لكن إذا كان خش فيها اللحم والرز اعرفوا أن الكلام هذا غير حق. يعني إذا كان طلع فيديو كيف ما طلع كم عند بو الغيب، بو الغيب لخصها كلها صراحة حكى الواقع بالضبط. لكن تفاجأ يومين بس بينهم بكي 48 ساعة طلعوا ونسف الكلام هذا كله. فأرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يتغير هذا الكلام. وفي أخبار إن شاء الله تكون صادقة أن جذران طلب من أبناء قبيلة المغاربة الانسحاب من الجهة الغربية اللي جهة بنغازي. بالله عليكم خفوا على بنغازي، خفوا على بنغازي، راه بنغازي نورتكم، راه عارفين انتم كويس الكلام هذا حرام عليكم. بنغازي تدك في الليل وفي النهار، او جايهم عيد كبير بنغازي توا ما من اللي متمني يقعد في بنغازي لو كان ليله واحده بس، ما من اللي الليله هذه دمعته قاعده سايله على خده ببنغازي وكلها محاصره بنغازي من الشرق ومن الغرب ومن البحر كلها. ليش ليش بنغازي تعامل بهذا الشكل كونها مدينه؟ يعني أرجو منكم صراحة إذا كان أنتم فعلا أثبتوا أن عندكم قدرة تقدروا تديروا وتقدروا تقولوا للباطل باطل وتقدروا تقولوا للحق حق، باهي كملوا جميلكم، كمل يا جذران، كمل خوذها أنت مع الطريق مغرب من هن وخش على بنغازي مع أخوتك اللي قاعدين يدقوا هذيما اللي منعوا هالجبروت يوصل فيكم ويوصل في جدابية. ولا ما دروهاش هذه؟ دروها ودمهم كان هو الثمن وانت تعرفهم كويس. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون نقله هذه في المنطقه الشرقيه. ما شاء الله حقينا طبرق من غادي، حقينا درنا من غادي، هجداب يفصلت في الموضوع، البيضه باذن الرحمن ان شاء الله الايام تفصل. يقعد عندنا عاصمه الكرامه، هذه مشكله، العاصمه تطول وما تسقط اصلا كيف ما صار في طرابلس. العاصمة من العادة تطول وما تسقط، لكن إن شاء الله تسقط حتى بإذن الله تعالى ينتزع منها الخوف بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يهدي الأسرار يا رب يا رب. عندنا فاصل نحن شباب.
إلى ليبيا، حيث تعهد قائد القوات الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا اللواء خليفة حفتر بالسيطرة خلال فترة شهر واحد على مدينة بني غازي. أكد قائد عملية الكرامة اللواء الليبي خليفة حفتر على أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحرير مدينة بنغازي التي تسيطر عليها. قال الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر في ليبيا إن الجيش الوطني بات يسيطر بالكامل على مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه يخوض معركته الأخيرة ضد الميليشيات المتطرفة. الكرامة اللواء خليفة حفتر أعلن أنه أعطى تعليماته للجيش الليبي بحسم معركة بنغازي في شرق ليبيا هذا الأسبوع وإعلان تحريرها من المتطرفين. من الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أكد أن قوات الجيش قد اقتربت من إنهاء عملية تحرير مدينة بنغازي، متوقعا إعلان تحرير المدينة في غضون أسابيع قليلة فقط. أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر استكمال استعدادات الجيش الليبي عسكريا وميدانيا لتحرير مدينة. أكد رئيس أركان الجيش الوطني الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري أن مدينة بنغازي أصبحت على مشارف التحرير من الميليشيات. أيضا في ليبيا، حيث تعهد قائد القوات الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خليفة حفتر تعهد بالسيطرة خلال فترة شهر على مدينة بنغازي. قوات الجيش ستحرر المدينة خلال يومين على الأقل. خد بالك يا حاج، مفيش وقت، خلاص الوقت قزح، والوقت كان قزح، إن لم تقزحه قزحك. هذا اللي صار مع الصنديد، كل يوم يأجل وكل يوم نين خربنا البلاد. تفضل يا شباب، عندنا فيديو نحن. هذاك مشكلة هو، لكن ننبه على حاجة واحدة. تفضل. وإن شاء الله ما تصيرش، وراي مش مقصودة حنقولها. الطيارين لما التحقوا بينا التحقوا، ما التحقوش بالأمر، التحقوا بأرواحهم بأنفسهم. أنا رمز لهم وكبيرهم ومشتغلين كلهم معايا لما كنت نقيب ورايد. أحسن من ما تلنا صقر، لكن التحقوا برواحهم الموجودين، واللي ما التحقوش برواحهم ويشيلوا في قنابل ويضربوا وين؟ العدو. المدفعية موجهة السرطانات للعدو. نخاف واحد من الطيارين يقلب طيارته يضرب لك الحكومة، من يقول لا لا؟ هاي بالكذا ما نطيرش بالقنابل، ممنوع، ممنوع نطير بطلق الطيارة، ممنوع الطيارة تطير بالقذافي في الحومة. أوه الظرف الفارغ ندوروا فيه نعدوا فيه لما نمشي ندير الرمي. 500 طلقة نكسة واحدة ويني؟ ولا الدرس اللي معمر انت هذه. تو نشيلوا في القنابل ونشيلوا في الصواريخ. ما يجيش واحد من الطيارين يكفر من الحكومة والبرلمان ويطنهم. هكذا تصبح ميليشيات. لا لا ما نخوفش حد. لا 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 في هذه الجزئية. لا انت في البداية تحدثت عن الميليشيات. مش ميليشيا هذا. ميليشيا لما طيارة تطلع على المسار وتضرب. أرن شوية. في من يقرب نفس الله أعلم. الله أعلم. لا أضمن. نفك من القنابل. هو قائد قوات جوية. قائد قوات جوية لما الريحة، لما جيب له البشع، لما اللبسة، أنا عاقبة، إن كفيه، لكن حكومتي ولا وزير الدفاع ولا الأركان ولا. ايش رايك مع هذا اللي دمر بنغازي وهذا اللي مشارك في بنغازي؟ وريته الطريقة اللي يفكر بيها وكيف يضع في الخطط، الخطط اللي ما يندريش عليهن هو. قال الله أعلم، يطير قال الطيار في السماء شين يدير قال الله أعلم، يقعد متضايق نفسيته هيك مش متريح، يخطم على الحكومة قال ويطنها. يهمنا هذا ما يحدث في مدينة بنغازي، ما فيش واحد يسمع في كلام الآخر، كل واحد يدق مراسه. قال كم الجدران تو؟ قال طالعين السيارات بتاعت الاستخبارات بدون امر بدون اذن من امر الاستخبارات. هذا كم طالعين باسم الناظوري، طالعين باسم القياده. وين الاجهزه اللي تحت منهم؟ الله ناهو نفسه يطبق فيها. قال ايام القذافي تقدرش تطير حتى وانت في حومته، باهي مش مفروض عليك انك تحمد الله سبحانه وتعالى، تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة ثورة 17 فبراير اللي خلتك أنت ما تبي تستعمل طيارتك تستعملها. لكن أيام القذافي أنت نسيت حتى الطيارة أصلا، نسيتها،
من قل استعمالك لها. ما تحلمش انك تحط طيارتك فيها ذخيرة. لذلك تفاجأت انت، قال ما نقدرش حتى الذخيرة ما نقدرش نفكها من الطيار. كويس؟ تو وصف هو وصف قوات الجذران بالدواعش، يخطم يطنها، يطن الحكومة، مختلف مع الحكومة، مش راضي على الحكومة، قال له انت يا رجل مش انت الامر بتاعك، قال له لا 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 امر لا شيء، امر لما نقعد ملبسه وموكله ومشربه ودددد خوذها. جذران قال لكم امر من جروشي، جوني جماعة. يعني الحوسة هذه يا اهلنا، الحوسة هذه ما هم اللي يسيروا في المنطقة الشرقية بالشكل هذا. وتوا عندنا احنا المعلومات تقول، وهذا هو الحق، يعني الحق بدأ يفرض نفسه، انهم في طبرق غير مرغوب في الصنديد وغير مرغوب في رئيس اركان السلاح الجوي هذا. هل يعتبر رمز راه؟ قال الطيارين اصلا لما التحقوا بينا ما التحقوش هيك وخلاص، فيش واحد درنا له امر وجاء، لا لا التحقوا لرمزيتي انا عندهم، رمزية عند الطيارين، معناه الطيارين شو شكلهم بعد اذا كان هذا رمزية عند الطيارين، معناه الطيارين شو شكلهم؟ يستر الله ان شاء الله. تفضلوا يا شباب. ما فيش دولة نحن نطالبها بالتحقير، الدولة تحت سيطرة القائد العام الآن للجيش الليبي. الآن لابد قبيلة المغاربة يكون عندها موقف واضح وصريح. قبيلة المغاربة لابد تتنادى وتجتمع وتتخذ إجراءات تردع كل حد في مكانه. الناس اللي تكلم عليهم إبراهيم هؤلاء أشخاص طالعين من قبائل، ما همش من الشارع. خليفة حفتر برجاني صقر جروش قبائلي، كل واحد ينتمي لقبيلة. إبراهيم جذران مغربي. لابد أن يحدد هذه القبائل موقفها من هؤلاء الرجال. إذا كانوا مراضين على أفعالهم، نحن كقبيلة يبقى لنا موقف. استنكروا هذه الأفعال وقالوا تريسهم عيب ووقفوا عند حدكم وما عندكمش حق في اللي ديروا فيه، يبقى نحن هذه القبائل قبائلنا وتعز علينا ونحترمها وجيراننا واخوتنا ومشاركينا في الحروب وفي الدم وفي كل شيء. لكن كون ان المرور انصفوا وطالبوا لجنه تحقيق، من اللي حقق؟ من اللي حقق؟ رئيس البرلمان اللي سياراته من ضمن الناس اللي هاجمت الرطب، من اللي حقق؟ هذا موضوع تحقيق في ليبيا الان انسوه، ما فيش دوله في ليبيا تحقق. الان المواقف مواقف تريس، مواقف قبائل، يا اما تكون كم كلمه وتجتمعوا وتتخذوا قرار، يا اما خلوا الحضاره الغرب وعبوا على التحقيق. قريتوا مش قلت لكم انا بدري شويه، قلت لكم مفروض ان القبيله تحطي مصلحه الوطن. التراب الليبي هو اللي يقعد فوق كل شيء. ونضرب لكم مثال بسيط صار في الموضوع. رئيس البرلمان عبيدي اللي دز سياراته باش يقتل جذران ولا يعترضه ولا اللي هو، واللي حماه جذران عبيدي ولا لا؟ هو اللي فداه بنفسه وبندقته وبسلاحه واعتبره راجل ضيف عنده وقال له يمكن يسير ولا ينهان وقاعد عندنا. هذه نفس القبيلة ولا مش مزبوط كلام هذا؟ بين المخرج من الموضوع هذا شنو؟ المخرج هي ليبيا بعد الله سبحانه وتعالى. لو نحطوا مصلحة ليبيا فوق، والله التلايم الأنفس والتلايم الأرواح والتلايم القبيلة الوحدة والبيت الواحد والمنطقة الوحدة. لو حطينا مصلحة ليبيا هي القدمية، لكن المصلحة الشخصية نقدر نفاضلوا فيها لا. انتوا شفتوها نفس القبيلة جزء منها، او هو طبعا رئيس برلمان هذا منحل دز سيارات بيقتل الرجل، والجزء الاخر المشيخة باش نكون معكم صريح صاحبة التاريخ
دزوا حمار رجل يعتبروه النظيف عندهم ولا يمكن يوصل فيه واحد. وأنا بهذه المناسبة نحييهم، لكن أتمنى هذه الأخلاق وهذه القيم عند قبائلنا ترتفع إلى أن تأخذ وضعها الطبيعي وهو ليبيا. لو تسير ليبيا بهذه العقلية بإذن الله تعالى نمشي لقدام، لكن لو سيرت ليبيا عن طريق المصالح الشخصية وكذا وكذا وهذا ولدنا وهذا كذا، لا مش حننفع ومش حيصير منها، بس حتلقى من يقابلك عكسك في نفس القبيلة وفي نفس البيت خمرات. فرجاء هذه القيم اللي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى بعد هذه الثورة المباركة واللي سلبهن منا المجرم الأول خلال 40 سنة، أرجو أن يعود إلى المشهد إعادة سليمة صحيحة حتى تقود البلد. وأظن الرجل هذا شيخ من مشايخ المغاربة قال كما فيش دولة توا بيش تحقق باهي، ما دام ما فيش دولة معناها نحن نطلعوها، نحن بعقولنا وبقيمنا وبمبادئنا وبديننا نطلعوا دولة، نطلعوها دولة حديثة والله قادرين ونص نحن، لكن بس تطلع منا الرغبات والشهوات الشخصية هذين تطلع إن شاء الله تسلك. تفضلوا يا شباب. وين عدى الفلوس؟ إذا كان الناس اللي حاطينهم على أساس أنهم هذوما الناس هذوما هم اللي يقودوا في ليبيا وهم اللي يحاربوا في العراق يسرقوا في أموال الشعب الليبي، حتى قادة الجيش اللي خذوا فلوس وعابين عليهم هم اللي يبنوا ليبيا واللي هم اللي بيحموا ليبيا، يعني يطلعوا ناس يقضوا في أموال الشعب الليبي وناس ما همش نازيين. ونوجه رسالة تطمين إلى أهلنا في مدينة بنغازي وليبيا كافة. لهم سنة بنغازي ما تحررتش، قادة الجيش اللي قاعدين كافسين في المرج غادي تحت المكيفات واللي يدهروا من بلاد لبلاد. نشكر القادة الموجودين ونشكر الضباط الموجودين ونشكر رئيس الأركان. عليش لك سنة ويش وانت واخذ 270 مليون ما حررتش حتى شارع. ونريد دعم الجيش تسليحا ونشكر رئيس الأركان والقائد العام. 270 مليون مفروض يجيبوهم ويحقوا معهم وخرى ويحكموهم ويشنقوهم في الميدان. ونريد دعم الجيش تسليحا ونشكر القادة الموجودين ونشكر الضباط الموجودين ونشكر رئيس الأركان، لأن هذه عصابة جديدة من ميليشيا الميليشيا من عصابة هذا الخبر اللي نخافه انه يصير نحن يتكرر مرة ثانية. وقلناه المثل، قلنا اللي يركب على الجمال ما يوطيش راسه، وانت ركبت على الجمال توا يا ابو جدران، رد بالك توطي راسك، ايه منظرك شين راح. وريت الراجل كان راكب على الجمل ويدقل، ثاني يوم لقيناه مقمع تحت الجمل، بلكي بارك الجمل بارك عليه ولا لا. وريتوه ملوا عليه قالوا له قولوا 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 قولوا، هذه خافوا منها، من حاجه واحده خافوا منها ان اللحم والرز يخش فيها الوكواك مش مسكوه متلبس واعترف انه هو قاتل ظن عمه وكذا، لكن خش فيها اللحم والرز وخشم فيها الفلوس والعبن، راح الأرواح وراحت الدماء وراحت ذني ومشت الأمور 100%. بوش المشهد هذا يتكرر من جديد؟ هذين علامات استيقاظ في المنطقة الشرقية صراحة نقول، هذين عملية استيقاظ صحيح تأخرت، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى إن في رجوع من هلنا، في استيقاظ من هلنا، عرفوا القبائل عرفوا من اللي حاكم في 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 المنطقة الشرقية. حفتر ما تحكي لي بالكل، قالوها قول اللي حاكمه حفتر، اللي طبختنا هو حفتر، فأرجو أن نكملوا المشوار متاعنا. احنا حلقتنا على المواقف الجيدة، على التصريحات الجيدة، على الأفعال الكويسة اللي هي تخص ليبيا، هذه نحن لن ندعموه ونتكلموا عليه بقوة لجنة. الأصل في الموضوع هي ثورة 17 فبراير، قلنا من قبل ثورة 17 فبراير أكسبتنا قيم ومبادئ كنا فقدينها لأكثر من 40 سنة، فتوى من بونش يضيع منا بسهولة، خاصة أن نحن دفعنا ثمن غالي، فنبو نحافظ عليه بقدر إمكان. فأي موقف يصير
أي واحد يوقظ ويرد نفسه ويرد كذا ويشعر أن ثورتنا بدأت تنحرف أو خطفت ثورتنا أو يحاولوا إلغاءه، نقولوا لا، نحن كلنا نصبوا مع بعضنا في صف واحد. يا الله يا الله، الطريق تنفتح قبل العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن الطريق إلى بنغازي تنفتح قبل العيد بإذن الله تعالى، ويفرحوا أهلنا بمدينتنا بنغازي بإذن الله تعالى. نريد وطن، نريد وطن، نريد وطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بليبيا كاملة واحدة موحدة، يا رب يا رب يا رب. نقول في آخر كلامنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هوى في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيع أو يبيع. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. لا نريد بل نعيد مجدنا التهيب، مجدنا التهيب موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا. يهزنا يهزنا عزنا عزنا موطني موطني. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك.